لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من ارقوان ويبقى روح شوفها وتعالى مستني ايه. ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو، يعني لو تقدروا بس توصلوا الفيديو ده 7000 لايك يبقى مشكورا جدا جدا. وكمان انا عاوز اعرفكم حاجه، اني بدات في سلسله انمي يوجي اكس في القناه الثانيه، لو حابين تشوفوها هسيب لكم الرابط تحت وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده وطريقه الشرح بتاعته. الفيديو بتاع يوجي اكس قصير يعني مدته كله 5 دقايق فقط للتجربه، وعشان كمان ما تتملوش وتقفلوا الفيديو بسرعه لو انتم مش حابين تتفرج عليه. وكمان انا هعمل منه حلقه واحده بس في الاسبوع، وده عشان ما اطولش عليكم هنا. ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. في العالم الجديد وفي مقر البحرية تحديدا، ما ينفعش نسيب احد اعضاء الجيش الثوري يفلت من العقاب يا اكاينو، انا عارف ده، لكن انا ما عنديش اي قوات عشان ارسلهم دلوقتي. فصابو الملقب بامبراطور اللهب دلوقتي بقى بطل العالم الجديد، كان السيد كوبرا حاكم دولة الاباستا، وهو الوحيد من الحكام السابقين اللي شارك في اجتماع الريفيريا على مدار السنين دي. اكيد كان اغتياله ده هدف الجيش الثوري في الماضي وقبل ساعة تحديدا، وفي الارض المقدسة عند مسكن ملوك العالم اللي هم التنانين السماوية. نشأت حرب طاحنة قوية جدا بين الادميرال فيجيتورا والادميرال الثوري الاخضر واعضاء الجيش الثوري، وده ادى الى احتراق عالم التوحيد الى 20 دولة، ومع ذلك بيقال ان قوتهم كانت متكافئة ما بينهم، وقدروا انهم يهربوا العبد السابق للتنانين السماوية كوما، وكلهم هربوا بعدها. بس اكيد الادميرالات ما كانوش عارفين يقاتلوا بكل قوتهم عشان مكان التنانين السماوية، اياك انك تديهم عذر. طيب وايه اللي حصل مع اختفاء الاميرة فيفي اللي حصل وقت اغتيال الملك كوبرا؟ احنا حاليا بنحقق في الموضوع وبنحاول نربط الاحداث كلها ببعض. الشخص ده بيكون رئيس قسم التحقيقات كروما الملقب بالحصان الاسود. اكيد دلوقتي في اضطراب في مملكه الاباستا، ومع ذلك لسه السفينه بتاعتهم موجوده هنا ومش هينفعوا يرجعوا بوضعهم الحالي ده. ممكن تحقق الاول في اغتيال القديس شاوليس، مع ان اللي سمح اصلا للمجرمين بالهروب هو القديس موسجارد، ما هو عشان كده حصلت محكمه هناك في ارض التنانين السماويه، ولكن الفرسان المقدسين اتدخلوا وبقى الوضع هناك صعب شويه. سيبك منهم وتابع عملك انت. في الوضع الحالي بنشوف ان العقل المدبر لكل ده هنلاقي ان ده من فعل الامبراطور اللهب صابو. فبحصول ده حصل في كل الممالك الثمانيه ثوره على الملوك بتاعتهم بسبب التوتر اللي حصل في العالم ده. بعدها بنشوف ان في كل مكان في العالم بقى بيهتفوا لصابو على اللي حصل ده، وكمان لوفي بيهتفوا ليه هم كمان، وبيقولوا خلاص ان عصر القراصنه بدا يتغير وشكله كده هيبدا عصر جديد. لكن الكلام ده ما بيعجبش الادميرال او المشير اكاينو، لانه شكله ترقى يعني وبقى مشير، وبيقولوا انه هيرد لهم الضربه دي وهيرجعهم خايبين من تاني. نرجع بقى لبلدوانو، اوعى حد يتدخل بيني وبينه، انتوا سامعيني؟ ارجوك يا مومونوسكي خلينا نقاتل معاك. لا يا ياماتو اوعى تتدخلي في القتال ده انت كمان، انت ليه بتمنعني اني اقاتل معاك؟ اظنك سمعتيني يا ياماتو، اياك انك تتدخلي مهما يحصل. مومونوسكي قدام واحد من القوى العظمى للبحريه، يعني شخص مش عادي، مش شخص داخل يهاجم وخلاص، هم ثلاثه بس اللي بيقال انهم الاقوى في البحريه، هم ثلاثه بس اللي واخدين رتبه ادميرال بس في البحريه، الثلاثه دول اثبتوا قوتهم في ارض المعركه ضد القراصنه او اي تهديد يهدد العالم. وعلى مدار القصه كلها شفنا قوتهم المهوله وانهم ما خسروش في قتال قبل كده. مومونوسكي قدام واحد من الثلاثه دول، قدام ادميرال الثور الاخضر، مومونوسكي ممسوك منه ومرمي على الارض، رايزو بيخالف اوامر الشغن بتاعه وبيهاجم على الثور الاخضر بلافيفه النينجا بتاعته اللي بيطلع منها نار وبيولع فيه. يا سلام، انت كده فاكر انك هتاثر فيا؟ ولا انتم فاكرين انكم ممكن تهزموا ادميرال باستغلال نقطه ضعف واحده بس؟ النار فعلا فعاله قدام الثور الاخضر، لكن مش دي النار اللي ممكن تهزمه او انها تاثر فيه، فقط بتلسعه. بيهاجم على رايزو بجزء من الخشب بتاعه وبيرشقه فيه. ايه ده؟ ايه اللي بيخرج مني ده؟ وبوم، رايزو بقى انحف، رايزو بقى عظم على جلد، رايزو اتسلب منه كل العناصر اللي في جسمه زي الميه والدهون او اشياء زي كده اللي في جسمه كلها. رايزو واحد من الاغماد التسعه او الغماد التسعه على حسب ما بتتنطق يعني، اتهزم من تاني هجوم بس عليه. باقي الاغماد التسعه هم كمان بيخالفوا اوامر مومونوسكي وكل بدا يهاجم عليه. احنا مش عارفين نعمل معاه ايه، مهما قطعنا فيه بيرجع تاني زي ما هو، يعني ملهوش نقطه ضعف نهاجم عليه ولا ايه؟ شكلها كده، ومفيش قدامنا غير حل واحد بس، اننا نفضل نقطع فيه وخلاص. لكن زي ما قلنا قبل كده مفيش حاجه نافعه مع الثور الاخضر، وبيمسكهم كلهم بالخشب بتاعه وبيهزمهم كلهم. وفي اليمه الثانيه بنشوف في قابو تحت القلعه مباشره في غرفه الشغر السابق كوزوكي سوكيكي، وبنشوف ان في حجر بونجليف هناك، وكمان بنشوف سلم سري في نفس الغرفه وشكله كده بيودي في غرفه تحت الارض، وفي ثلاث اشخاص نازلين تحت. اظنك جيت لنا هنا بعد ما شميت ريحتنا. ليه؟ هو انت شايفاني ضبع ولا ايه؟
من الذكاء جدا ان الاحظ اختفائك في الحفله، خدوا بالكم من السلم عشان متكسر بدل ما تقع ولا حاجه. انا ما عرفتش كايدو وورودش عن الممر ده، لكن المشكله ان الكارثه جاك كان برمائي فاكتشف المكان ده بسرعه ولقى حجر البونجليف. طيب وايه علاقه جاك انه برمائي وان يلاقي البونجليف يعني؟ هتعرفوا السبب لما نوصل هناك. طيب واحنا هنفضل ننزل كتير كده؟ لسه هننزل لحد ما نوصل للماضي اللي كان قبلنا. هو انا ليه شايفه ضوء بسيط جاي من هنا؟ لو بصيت عن قرب هتلاقي ان في زجاج بيحجب الميه عن هنا. بيحجب الميه عن هنا؟ انت تقصد ايه؟ قربي وشوف بنفسك. بتروح روبين ولو، لو بينقل نفسه جنبها وبيشوفوا هما الاتنين حاجة خلتهم مذهولين، بقى هما مش مصدقين، ازاي ده حصل اصلا؟ احنا حاليا في قاع البحر، انت بتقصد ايه يا تنغسان؟ انا اقصد اننا ببلدوانه القديمة، او نقول الموطن الحقيقي لبلدوانه، هي دي بلدوانه اللي كانت هنا من 800 سنة فاتت. انت بتقصد ايه بالظبط؟ ممكن توضح اكتر؟ انا بصراحة معرفش كل اللي في الماضي او ازاي كل ده حصل في وقتنا الحالي، بس مش دي مية بحر يا تنغسان، وإلا كانت المباني دي دابت من مية البحر. من المؤكد، لكن انا عرفت شوية من اجدادي عن اللي حصل. فمن سنين فاتت كانت بلدوانه جنب جبل فوجي الضخم، لكن بعدها بفترة بنوا اجدادي اسوار حوالين بلدوانه، وده عشان يحموها من اي خطر عليها، لكن مع مرور الوقت اتجمعت فيها مية المطر وغرقت البلد، وعشان كده اسلافي سابوا بلدوانه وراحوا عاشوا في الجبل ذات نفسه، وبنوا بلدوانه اللي هي حاليا فوق السطح، وهكذا وصلنا الى اخر مكان، اللي هو فيه الروتو بونجليف اللي اسمه الطريق لجزيرة رفاتيل. فعلا كده بيكون معانا 3 من البونجليف الطريق، ولو لقينا الرابع هنكون كده قادرين على الوصول الى جزيرة رفاتيل. احنا دلوقتي داخل الجبل، وتحت الجبل ده هو السلاح القديم العتيق بلوتون، لكن انا ما شفتوش قبل كده، عشان كده مش هقدر اخليكم تشوفوه، لانه عشان يخرج لازم يهدم الاسوار اللي حواليه، وده هيعني فتح حدودوانه، ومع فتح حدودوانه هيتحرر السلاح العتيق. امال ليه اودين كان عاوز يعمل كده؟ تقصد انه يحرره يعني؟ انا قلت كل المعلومات اللي كنت اعرفها، وده اللي انا عرفته من اسلافي، اما اللي اكتشفوا ايدين في رحلته فما عنديش علم بيه. نرجع بقى لباقي الساموراي، شوية بشر زيكم ما يقدروش يقفوا قدام قوة الطبيعة، انتوا لسه ما فهمتوش لحد دلوقتي ان اللي كان بيحمي المكان ده ويخلينا ما نقربش منه هو اللي كان هنا قبلكم، كايدو. هي دي الحقيقة، في حكم كايدو كان بيبعد أي حد يفكر يقرب من هنا. نادوا بقبعة الكش، لاني مش همشي هنا غير لما اقطع راسه. الساموراي كلهم مهزومين، مفيش حد يقدر يقف قدامه، او بالاحرى مفيش حد عارف يقف قدامه. كلنا عارفين من هم الاغماد التسعه، وشفنا قوتهم قدام كايدو واتباعه. احنا لازم نطلب مساعده لوفي، واكيد ده مش هيخسر قدام شخص زي ده. لا يا ياماتو، اياك انك تعملي كده، وكمان انا مش محتاج مساعدتك، قلتلك انت كنت محتاجه زب بلدوانه من سنين فاتت، واخيرا بقيتي حره، واكيد هنودعك في يوم من الايام، عشان كده مش هنفضل نعتمد على لوفي وزوره في كل مره. احنا لازم نعتمد على نفسنا من اليوم، ونحمي بلدوانه من اي اعداء. لو اعتمدنا على اللي هيمشي قريب يبقى احنا كده مش هنعرف نحمي بلدوانه. ياماتو بتبص لمومونوسكي متفاجئ بالكلام اللي بيقوله. فعلا الشخص ده ما نعتبروش شخص صغير او جسمه ناضج شويه، فعلا هو عاوز يحمي بلدوانه، لكن برضه ما عندوش القوه الكافيه انه يقدر يحميها، لازم يتدرب، ومع ذلك لازم أن يكون في مساعدين ليه زي الاغماد التسعه. امشي من هنا يا وحش الغابه. ايه ده، هو بيصرخ زي الاطفال ليه كده؟ وبعدين ايه التنين التعبان ده اصلا؟ وبوم، مومونوسكي بيخرج لهب من بقه وبيفجر الادميرال الجديد. مومونوسكي بدا يستخدم قوته زي ما كان كايدو بيعمل بالظبط، وبسم الله ما شاء الله مش سايب شجره اللي بيولع فيها، بس ده برضه ادميرال يعني مش هيتهزم بسهوله. انت شكلك كده ناوي تحرق البلد كلها، بس لو ده اللي انت عاوزه فمفيش مشكله، بس وحيات امك لعلمك الادب الاول يا نسخه كايدو. وفجاه هاكي ملكي بيتضرب في المكان. هاكي ملكي كان كافي انه يخلي ادميرال في البحريه انه يقف مكانه. ايه ده، ايه الهاكي الملكي اللي انا شعرت بيه ده؟ اكيد هم ذو الشعر الاحمر، هم قريبين من هنا ولا ايه يا زعيم؟ ما تستخدمش الهاكي فجاه، الاعضاء الجديده بتفقد الوعي. انا مش هوصف اللي انتوا عملتوه ده بجبن يا معشر البحريه، لكن انكم تهاجموا على ناس منهكين عشان بيغيروا تاريخ القراصنه، فده عار على البحريه كلها. انتم اكيد خايفين من العصر الجديد والتغيير الجذري اللي هيكون فيه. انا مش ناوي احاربكم دلوقتي ايها الساموراي، ويلا سلام بقى عشان انا مش فاضي دلوقتي. ادميرال من البحريه خايف من طقم ذو الشعر الاحمر، الادميرال اللي عمال افخم فيه من بدري، بيهرب من قدام هاكي ملكي فقط لا غير. وزي ما احنا معرفنا الهاكي الملكي ده بتاع شانكس، يعني كان قوي كفايه جدا جدا انه يرعب بس الادميرال ده. وفي اليمه الثانيه لسه الناس بتحتفل بالمهرجان، ولكن ابطالنا كانوا شايفين كل حاجه، واكيد هم كمان حسوا بالهاكي بتاعهم، اهو مشي حتى بدون ما نتدخل. عجبني مومو يا جماعه والله، ولكن
فاكر الهاكي ده كان جامد جدا، بس بتاع مين ده؟ مش عارف، بس خطر في بالي شخص اعرفه. بعد نهاية المهرجان والناس خلصوا احتفال، بينتقلوا الساموراي الى القلعة، وبنشوف رايزو وشينوبي هما الاتنين على حافة الموت. الاتنين اتنحلوا، يعني بقى عظم على جلد، او زي ما انتوا شايفين رايزو الشكل السخيف بتاعه ده. قدرة الادميرال سحبت كل العناصر اللي في جسمهم. احنا لازم نعترف يا جماعة، فكلام الشخص ده كان سليم 100%. كايدو كان هو الدرع الوحيد لاي حد يفكر يهاجم على بلدان. انا اسف يا جماعة على اللي حصل وانا مش موجود، عشان كنت في منطقة كوري. انا معرفش غير دلوقتي باللي حصل ده. مفيش داعي للاعتذار يا كيمون، احنا نجينا بفضل مومونوسكي السما. المهم اتصوروا بخير. كويسة، بس المنطقة اللي هناك اتحرقت كلها من المعركة اللي فاتت، وهي اتصابت في وشها، لكنها الحمد لله ما زالت بخير، وبنشوفها وهي كويسة والحمد لله. رغم انها عدت 20 سنة على اتصوره، الا انها ما زالت جميلة زي ما هي. ده شيء كويس يا كيمون. بعدها بنشوف الدوك الكلب والقط، وهم بيطلبوا من كاروتي انها تكون هي الحاكمة لجزيرة زو، وهي طبعا بتوافق على طول. ايه ده؟ استنوا شوية، انا حاكمة؟ حاكمة بتاعت ايه؟ انا مش عارف اتحمل المسؤولية دي يا زعيم. احنا هنفضل هنا عشان نحمي مومونوسكي سما بصفتنا ساموراي من الاغماد التسعة، بس انا مش هقدر، وبعدين في ناس اقوى مني هناك، عشان كده هي دي مسؤوليتنا يا كاروت، اننا نحمي بلدنا. وما تقلقيش يا كاروت، كلنا هندعمك. فإرادة بيدورة جوه قلوبنا. كاروت بقت هي الحاكمه على قبيله المينك. بصراحه انا مش شايفها تستحق ده، وفي ناس في قبيله المينك تستحق ده احسن منها، لكن هنعمل ايه؟ اودا عايز كده. ايه ده؟ انت جدي؟ ايوه انا جدك ووالد اودي. انا اسف على اللي حصل لك قبل كده، وانا ممتن ليك. انت بتشبه ابوك كتير يا مومونوسكي. احنا فرحانين يا جدي انك لسه حي. انتم كنت عارفيني صحيح؟ اكيد، لان مفيش حد بيلبس قناع التنغ ده في وقت زي المهرجان يعني. هو انا ازاي ما عرفتوش؟ المهم قوموا بالوجبات اللي عليكم اتجاه بلدوانه، وما تعرفوش حد اني لسه عايش، عشان عايز اعيش في سلام، وكمان عشان انتم شباب المستقبل. الكل بيوافق على طلبه وبيكونوا مبسوطين جدا انه لسه عايش. بعدها بنشوف روبين وهي بتعرف فرانكي والطاقم ان سلاح بلوتو موجود هنا، بس هي ما شفتوش بنفسها. مش ده اللي فرانكي حرق المخططات بتاعته؟ هو يا لوفي. لوفي انت محتاج السلاح ده في حاجه؟ لا مش محتاجه، انا توقعت كده برضه، بس اللي محيرني ان اودين كان عاوز يحرر السلاح ده، بس مش عارفه ليه. بعدها بشويه بنشوف شنوبي وهي بقت رفيعه جدا بسبب الثور الاخضر اللي اخذ منها العناصر اللي كانت في جسمها، زي الدهون والاخ والاخ والكلام ده يعني. وكمان اوتامه بقت تلميذه عندها عشان تعلمها النينجا، وطبعا كالعاده الكل بيكون سعيد. لكن بعدها بنلاحظ ان كروبي كان بيتصنت عليهم، وانه عرف كده مكان السلاح بلوتون، وكمان عرف قبل كده مكان السلاح بوسايدون. بيقول ان هو كده لازم يعرف الشخص ده، بس مين هو الشخص ده محدش لسه يعرف. بنشوف بقى ان مومونوسكي بقى بيتابع العمال على اعدادات بلد وانو زي ما كانت في عهد ابوه، وبيقول ان هو هيخلي زورو يعلمه فن المبارزه. لكن وفجاه ما بيلاقيش حد في المكان، بيفضل ينادى عليهم الواحد ورا التاني، لكن برضه ما فيش حد بيرد عليه، لحد ما بيدخل عند هيوري وبيسالها عليهم. بتعرف اخته ان هم مشوا من الصبح، بيقول ازاي كده محدش عرفني يعني. بعدها بيوصل كيمن وبيعرفه انه طاقم قبعه القش ودعوا دانجيرو وماشيين خلاص. بعدها بنشوف لو وكيد ولوفي وهم واقفين في المينا عشان يفككوا التحالف بتاعهم وماشيين، لكن بنشوفهم هم بيتخانقوا على مين اللي هيمشي الاول، وكل واحد منهم عاوز التاني اخر نفسه يوم عشان هو يمشي وما يتصدموش في بعض يعني، هم لسه ماشيين. لكن مفيش حد بيوافق انه يقعد، وبيقرروا ان كل واحد منهم هياخد طريق لوحده. بيطلع كيد بوصله فيها 3 اتجاهات، وكل واحد منهم بيختار طريق منه. كيد بياخد طريق الجنوب الشرقي، ولوفو بياخد الطريق الشرقي، ولو بياخد طريق الشمال الشرقي. بيقول كيد ان اكتر واحد متضايق انه يبقى يونكو هو بيكون الشخص ده. وبنشوف صوره المهرج العبقري كورسون باجي، وتحيه مني ليه لكورسون باجي على انه بقى يونكو يعني. وتحتيه عين الصقر ميهوك وكروكودايل، ومكتوب ان كلهم شغالين عنده، وانهم اسسوا نقابه اسمها نقابه الصليب. بيتفاجئ في وزوره من اللي هم شايفينه، ومش مصدقين ازاي ده يحصل اصلا. لو دول بجد اتباعه فاكيد لازم يكون يونكو. صدقوني يا جماعه باجي ده عبيط، بس مش عارف ازاي ده حصل. بيقول كده ان نقابه الصليب بقت بتحط مكافات على جنود البحريه، واكيد جنود البحريه دلوقتي بقى خايفين من الاصطياد. العالم كده شكله اتغير كتير واحنا هنا. في حد عنده اعتراض على الطريق اللي اخده؟ عشان بعد ما نخرج من هنا هنحاول قتل بعضنا، فمش عاوز اسمع اي اعذار منكم. بعدها بيدي له اكيد نسخه من البونجليف اللي اخده من هنا من بلدوانه، وبيعرفوا منهم من حقهم يعرفوا بيه، والا هتكون المنافسه ممله على اللي يحصل على الوان بيس. زي ما توقعت بالظبط، كايدو كان عنده بونجليف هو كمان. بيقول كده ان هو كمان اخد نسخه من البونجليف اللي كان عند البيج مام من احد الجنود بتاعها يعني. طيب يا كيد، لو عاوزنا نسارع في العصور على الوان بيس يبقى لازم نستهدف الشخص ده. انت بتقصد ذو الجرح الناري؟ بس احنا ما نعرفش مكانه. بتقصد مين بصاحب الجرح الناري ده يا كيد؟ هو انتوا مش عارفينه صحيح؟ ده كده بيمنحني الافضليه هنا. لو متغاظين منه انه مش عاوز يقول لهم حاجه عن
للشخص ده. وفي عاصمة الزهور بنشوف مومونوسكي وهو بينادى على ياماتو وفاكر انه مشي هو كمان مع لوفي، لكن بيلاقي اللي بيرد عليه: انا هنا يا مومونوسكي فوق في السطح، انا اخدت قراري خلاص وهروح مع لوفي والباقيين، انا عاوز اعيش بحرية زي كوزوكي اودين. طيب شباب ما تنسوش الاشتراك واللايك، ومحدش ينسى يخش على القناة التانية يشوف ايه اللي فيها، هو فيديو واحد عامة اللي هتلاقيه موجود فيها فقط لغير. ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وكومنت اهم حاجة عشان رأيك بيهمني، وما تنساش انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.